سميرة كيلاني كاتبة كتاب عندي فكرة، اليوم رح تعطينا أفكار مهمة لننفذها بالبيت. صباح الخير ست سميرة، صباح النور. أهلا، الله يخليك. اليوم عندك فكرة لشو؟ اليوم عندنا فكرة عشان جا الصيف. كل سنة وانتم سالمين. انتي سالمة. طريقة طويل تيشيرت تكون بطريقة سريعة وعملية كتير يعني. وكمان اشي مهم، سريعة وعملية وما بتجعلك يعني بهاي الطريقة، خلص ما بتضل مجعلك. بالضبط، بصير التيشيرت كأنه مكوي وبسرعة يعني ممكن نستعملها. ممتاز. في كمان عندنا السحابات لما تخرب رح نحكي عنها كمان، وكيف لما السحاب يدقر كيف ممكن انه نمشي. نقدر نصلحه احنا. بالضبط. اوكي، ورح نحكي كمان عن البنطلون الجينز لما مرات السحاب ما يسكر للاخر وممكن يفتحه ويزعجنا كثير بالشغل او في المدرسه او اي محل، كيف ممكن نحل الطريقه لما ما يكون في شيء بيمسكه يمكن من فوق. هو السحاب بيكون لوس ما عم بسكر بطريقه منيحه. ورح نحكي كمان عن فوائد الفازلين، هذا المنتج العظيم اللي له كتير فوائد. ممتاز. وإن شاء الله كمان رح نحكي عن ماسك كتير ممتاز للبشرة، بس مكون من مكونين اثنين بس. طيب معناته نبدأ بالتيشيرتات، كيف بدنا نرتبهم بطريقة ما تأخذ وسع بالخزان وبنفس الوقت ما يكونوا مجعلكين، فهذا مناسب للي عم بيرتب الصيفي وبضب الشتوي. وأهم إشي إنها الطريقة كتير سريعة، يعني الواحد بس يتعود عليها رح يلاقي إنه بخلال ثواني رح يقدر يطوي التيشيرت ويطلع كتير مرتب. هلا التيشيرت عندنا هيك بهالشكل محطوط. طبعا التيشيرت بس معلومه انه اسمه تيشيرت لانه هذا على شكل حرف تي. اوكي. هم الامريكان عندهم هوس في تسميه الاشياء، مثلا عندهم البنسل سكيرت، عندهم سباكيتي دريس، بحبوا يسموا الاشياء ريليتد لشيء عندهم في الحياه. بس انا اول مره بعرف انه تي عشان شكلها تي. عشان التي هيك. حلو المعلومه. هلا هاي الطريقه ما بتنفع للبلوزات الكم طويل او الشيرتس اللي هي القمصان، بس للتيشيرت. هلا رح نمسك الكتف من هون ورح تقريبا بالنظر نص الكتف، مش من اخره، من نصه، ورح نعمل هيك زي خط وهمي لاخر التيشيرت. طبعا خط متوازي مع خط الخياطه، مش للاخر طبعا، بس بركز على النقطه. هلا بنمسك من هون ومن هون ايدنا هيك، وبنعمل للاخر هيك. التيشيرت تصفط بسرعه. اوكي، نعملها مره ثانيه بالازرق يمكن عشان تكون اوضح. اذا بتحبي تشاركيني ما بعرف. لا، نرجع نعملها عشان انا ارجع افهمها. على الازرق بس انا شماليه ليفت هاندد يعني ما بعرف. الناس رح يطبقوها بالطريقه العكس يعني مو مشكله. هاي الكتف. اوكي، نصه بالنص. نعمل خط وهمي هيك. نمسكه من هون هيك للاخر. خلصت فكت. اوكي طيب بدي اجرب. يلا هلا من اي جهه، من هون او من هون؟ من هون. هلا انت اذا بتستعملي ايدك اليمين من هون. هلا من هون. بتضحكوا علي بيزر. طيب بحط ايدي بالنص، بعمل خط مش لهالحفه، لا مش للحفه، للاخر هون. اوكي. هلا نص الهاد بتمسكي من هون. اوكي، تمسكي من هون وامسك من هون. لا سوري، لحظه، حط ايدك هاي هون. اوكي. هاي هون. هاي رجعيها للاخر. وبعدين اطلعها. اسحبي هيك واعملي هيك. ايوه، ما اشطرني. بالضبط، خلص، برافو. هيك قدرنا نطوي التيشيرت. اوكي، هي عن جد هي بالمحلات هيك بتكون مرتبه، بتكون مرتبه. نتعلم طريقه حلوه. هلا الواحد يعني بس بسرعه بتصير ايده تاخذ، يعني ما بتاخذ منه ثواني. ممكن نعلم الاولاد كمان عليها، خليهم يجوا يشتغلوا يساعدونا. طيب اوكي، نرجع نعيدها اذا ضل وقت. اوكي ان شاء الله. هلا في عندنا السحابات. طبعا هذا السحاب مشكله لما صح تكوني مثلا شنطه المدرسه الاولاد بيفتحوا شنطاتنا احنا مرات. كثير مرات بنروح بنصلحها عند المصلح او بنغيرها او بنكب الشنطه مرات. صح. هلا كثير طريقه تصليحها سهله. هلا رح يحقدوا علي الخياطين يخربي عليهم. بس هي الطريقه كثير بسيطه ممكن نحلها. هلا كيف احنا بدنا نحل الاشياء؟ اوكي، انا نعرف كيف بتشتغل هاي. صح، انه انت لو بتعرف الشيء بدك تصلح شيء بدك تعرف كيف بيشتغل، شو الميكانيزم تبعه. فهذا السحاب بيكون لوس بيصير بيفتح لانه بيصير في جاب او بيصير وسع في الماكينه هاي تبعت السحاب، بتصير واسعه وما عم تمسك طرفين السحاب بشكل صح. اوكي، هلا من كثر الاستعمال بيصير في توسع. اوكي بالضبط. مرات حتى الماده هاي المعمول منها السحاب اذا الكواليتي تبعته مو كثير منيحه بنلاحظ انه مرات بفرط. فاحنا شو بنعمل؟ بنيجي بنضغط
هاي الطرف على الجهة الواسعة اللي واسعة ومن الجهة الثانية كمان. حلو، وهيك خلاص؟ وهيك سحب بسكر. بس هاي المشكلة بتكون، هاي المشكلة صح؟ بس انه بس بتكون في جاب هون بنسكره بالزرادية اوكي وبسكر السحاب. طب اذا المشكلة بنفس السحاب مش بهاي القطعة؟ مرات بيكون له سنان مكسرة او اشي، بهاي الحالة لازم يتغير. اوكي يتغير. اما اذا هذا زي ما هو بنشوفه مش خربان بس بنصلح، بس بنصلح القطعة المعدن بالضبط. هلا انا جايب السحاب خربان مسكين، وضعه كتير سيء. كمان الحلقة تبعته اللي بتكون هون برضه مكسورة اوكي، فبرضه كمان مو مشكلة ابدا. ممكن نجيب اي حبل عندنا في البيت لو حل مؤقت يعني يكون على اساس انه نقدر نستعمل السحاب. احنا ممكن ناخذ واحد اطول شوي. ان شاء الله عليك كل شيء عندك له حل. بتعرفي دانا انا لما بفوت على محل العده كانه ولد صغير فايت على محل حلو، بنبسط. يعني بكيف على الزراديات والمفكات والدهان، يعني بحس حالي عن جد كثير مبسوطه. أنا بدي أعتذر عشان صوتي تعبان شوي. سلامات. الله، من المرة الماضية كمان بس حبيت أعتذر يعني. فهي السحابة هيك بداله اوكي. بسكر وبفتح وما في مشكلة أبدا يعني ممكن. يعني إيش بتكون مثلا قطعة إيش؟ هاي القطعة اللي زي هاي بتكون مكسورة مثلا من كثر الاستعمال برضه بتنكسر. فبدلها إيش بنحط؟ بنحط هذا الحبل. إيش نوعيته يعني؟ ممكن أي حبل قوي زي هدول حبال الخيش، ممكن خيش أوكي. ممكن نحط زي شبرة صغيرة بس مؤقت على أي شيء حل مشكلة السحاب. بسحب أوكي. هلا السحاب كمان مرات بيكون عم بيعلق ما عم بيمشي بشكل صح، فإحنا شو بنعمل؟ نجيب قلم رصاص ونمشي عليه بالسحاب. هو زي مادة بتكون بتعمل تزييت يعني. برصاص، قلم رصاص. اها، وهيك السحاب بيمشي بطريقة كثير احسن. طب مثلا هلا كيف اكتشفت الرصاص انه هلا هاي التب؟ طبعا مش انا اخترعتها، انا كثير بقرا وبدور وما بخلي محل يعني. فممكن كمان نحط فازلين. هلا رح نحكي عن استعمالات البازلين. شكله سحر البازلين لاكثر من شيء، سحر فظيع. هلا هاي كمان البازلين هيك، وبرضه السحاب رح يمشي رصاص او فازلين او فازلين. هلا في كمان شغله ينتبهوا الناس للسحابات برضه اللي بيستعملوها. هلا هذا السحاب من النوع اللي هيك بتعملي له ما بيفتح، بيكون له لوك منه فيه. بس في انواع سحابات زي هذا مثلا بيفتح لحاله. أوكي. فهذا النوع من السحابات بيكون له زي دقرة صغيرة هون. هاي الدقرة شايفتيها؟ لما بدنا احنا السحاب نعمل له سيفتي او نسكره بس بنرجعها لورا هيك، وبهاي الحالة ما بيفتح. فيحاولوا الناس مثلا اللي عندهم مش بس يركنوا على انهم رفعوا، انه رفعوا نعمل هاي انه هاي اللي عندنا في هاي الدقرة بننزلها هيك، وبهاي الحالة السحاب ما عاد يفتح. اوكي. هلا اذا هو لحاله بيمسك ما بنحتاج نعمل الدقرة. في حسب الانواع يعني، هم الخياطين بيعرفوا كل واحد منهم له اسم وله نوع. هلا في عنا هاي مشكله البنطلون كمان. هذا البنطلون مرات بضل يفتح السحاب من هون. فممكن نحله باكثر من طريقه. هلا في الطريقه القديمه انه نحط دبوس مثلا، بس هاي الطريقه انا مش كثير بنصح فيها لانه مرات ممكن الدبوس يفتح ممكن ياذينا بهاي الطريقه. خلص بس يكون كبير طبعا. يكون كبير، الجينز خميل خميل، وبتتسكر الزر وبتنحل المشكله. طبعا بيكون مخبى يعني بطريقه احسن. هلا ممكن حل المشكله بكمان طريقه. انه بنجيب برضه شبره نفس طريقه السحاب هذا، بنجيب هاي الشبره نفوتها هون. بنقصها شبرة أو دبوس أو دبوس. هاي طبعا طريقة كتير أأمن. أأمن من الدبوس طبعا، أأمن من الدبوس. بنحطها هون وبنسكر ال ما ببين ومش رح يبين أبدا لأنه خلص هيك، والشبرة كتير رقيقة ما رح تبين. حلو، برافو. هلا كمان طريقة ممكن إنه منجيب هدول الحلقات. مرات الواحد لازم يكون الواحد لماح يعني
صارت عنده المشكلة مش يأسوا تتدمر حياته وخلص، أو يكب القطعة، أو يكب القطعة. يعني ممكن مرات الولاد بالمدرسة بالشغل ممكن معها ميدالية أو ممكن هاي معلقة عشان تت المدرسة. فهو إيش بعمل؟ بيجي بجيبها بفتحها هيك نفتحها ونحطها بنفس السحاب. لا مش راضي تفوت. اوكي هيا فاتت. وبنحطها هون برضو بالزر وبنسكر الزر. هيك انحلت المشكلة. عم بتوفري علينا نودي على التصليح كثير كثير. كثير أول يعني نكب القطع. يعني في ناس خلص مرات الواحد بيكون مستعجل فبده يتصرف بسرعة. هلا رح نحكي عن فوائد الفازلين. بس حابة احكي بس شغلة صغيرة عن الفازلين كيف انها اكتشفت. الفازلين اكتشف بالصدفة. كان في واحد كيميائي اسمه صعب عشان هيك كتبته، اسمه روبرت شيزبيرو. هو كيميائي راح في بروكلين راح يشوف حقول النفط. كان صناعة النفط لسه جديدة بأمريكا. فكان يشكو للعمال يقولوا له عم بطلع مع البترول مادة زي الجل هيك زي زيت البرافين كتير عم تزعجنا. هو راح مسكها قال لهم طب هاي المادة ليش مزعجتكم؟ قالوا له عم تطلع وعم بتضايقنا في الشغل. بس كانوا يكتشفوا انه مرات العمال لما ينجرحوا او يصيبهم حروق بس تيجي ايدهم على هاي الماده كانت تشفى جروحهم بسرعه. فهو لانه كيميائي اخذ عينات من هاي الماده اخذها على مختبره واشتغل عليها 11 سنه وطورها وعملها تنقايه تنقاها طبعا من الشوائب وعملها الماده اللي هي الفازلين اللي صارت بالشكل هذا اللي عم يستعمل في كل انحاء العالم. اصلها من النفط. اصلها النفط. هي اسمها اصلا بتروليوم جل. هلا هو لما مات عاش 96 سنه. فبيقول دهن حاله كله طبعا من فوق لجسمه من راسه لاجريه وقال حياته الطويله سببها الفازلين. فهو بيعيد حياته الطويلة للفازلين. طب حلو. وكانت بديل كتير منيح على المنتجات النباتية والحيوانية اللي كانوا يستعملوها لأنها كانت مرات زنخة أو بتفسد. فهي ما بدها مادة حافظة أو إشي فكانت تستعمل بشكل كتير آمن. ممتاز. هلا من استعمالات الفازلين طبعا إلها أكثر من 1000 استعمال. رح أحكي عن استعمالات كتير مهمة. هلا عشان الأولاد في المدرسة مرات بيجي الولد من المدرسة خصوصاً اللي بالروضة بيجوا على تكلك بتعاني معلم. لا أنا أولادي كبار الحمد لله شباب وصبايا وجامعات. فكانوا صغار مثلاً يجي من الروضة يكون في عراسه ضيوف مش مرغوب فيهم أبداً يتحركوا. فإحنا كيف ممكن نقضي هدول الأشرار؟ نيجي منحط فازلين بدل ما نحط كاز. عرفتوا طبعاً عن إيش عم بحكي. فبدل ما نحط على الأمل بدل ما نحط عليه كاز ونحرق راس البيبي بنحط عليه فازلين. هلا الفازلين شو بعمل؟ بخنق الحيوانات هاي الحشرات سوري الصغيرة وبخليها ما تتنفس. بعدين ممكن نستعمل البروسيجر العادي من شامبو من المشط. يعني لحظة شوي هلا ندهن شعره بنحط له على راسه طبقة كثيفة من الفازلين عشان نخنق هالكريتشرز هاي. هذا بدل الكاز طبعاً اللي كانوا يستعملوا. بالضبط. هلا طب معنا دقيقة ايش ضل آخر نصيحة؟ خلص رح أحكي نصيحة كتير مهمة على الفازلين إنه ممكن نستعمله بدل آي شادو لأنه بعطي لمعة كتير حلوة وممكن نستعمله لمسح الميك اب بدل مثلا ما نجيب الكريمات بيستخدم لمسح المكياج. لمسح المكياج. بس أهم شغلة إنه ما نستعمله ونطلع بالشمس لأنه بسمر شوي. بسمر. اللي حابب يسمر طيب. لا إلها أشياء تانية. إن شاء الله بنحكي عنها في المستقبل. ممتاز كمان. إن شاء الله. طيب أنت كنت حابة تعطينا فكرة لماسك. لماسك هاد بس كان بده وقت أكتر ولا ممكن نحكي عنه؟ مش عارف نقدر نحكي مكونات بشكل سريع ومن تبقى بالحلقة الجاي إن شاء الله. هذا الماسك كتير ممتاز لكل مشاكل البشرة خصوصا اللي عندهم أثر لحب الشباب. فهو مكون من جليسرين ومن ملح الليمون. هدول المادتين نخلطهم مع بعض في نسب معينة إن شاء الله بنحكيها وبنحكي كيف طريقة وضعها على الوجه وكيف إزالتها. ممتاز. وبإيش مفيدة. ممتاز. إذا رح نحكي يمكن أكثر كمان عن الفازلين بالحلقات المقبلة. نشكرك على هالأفكار الرائعة عن جد. تسلمي ست سميرة. شكرا لك.